يعقوب الرفاعية مكتبها لحالها، وهذا كتاب يعني في الوقف والعطايا طابعته دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة دبي الأوقاف الشؤون الإسلامية مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، تأليف يوسف إسحاق حمد الدين بن أهل مصر مصر العربية مستشار دائرة الأوقاف الشؤون الإسلامية في دبي. طبعا أنا فقط صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي. فاتح على روحه روح الوالد سيد الساجد زين نام الشيخ لما سألوه عن كثرة الوافدين الموجودين فقال المال مال الله والخلق أرض الله صح وليجينا حياه الله أحلى كلمة حمه الله الفاتح على روحه كان صدق وارد له مقام يقرأ فيه القرآن على مدار 24 سنة مدد إن شاء الله الوالد بعد كده السيد يوسف الرفاعي والله الوالد كان يحبه له مقام يقرأ فيه القرآن 24 ساعة قدس الله سره يستاهل وذريته أحباب يستاهل. مولانا الحجازي يقول جواز نقل المسجد المنتفع به لوضع لموضع آخر لمنفعة أكمل، يقول أخذ من قول الإمام أحمد يعني ابن حنبل وهو أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به لكون النفع بالناس أكمل ويعود الأول طلقا ويعود الأول طلقا يعني مستوى واحد يعني أو مستوى للأرض بس لا يقام عليه مبنى ثاني يعني ما دام هو مسجد يبقى وقف مسجد ما تبنيش مثلا كنيسه ولا غيره. لا الحين مقبره السلام خاطر هدموا المسجد خباب من العرات لان الغانم والخاف سووا مسجدهم بيسوون مكانه مغسل للموتى وقف. المهم الثاني جواز بيع المسجد اذا ضاق باهله، جواز بيع المسجد إذا ضاق بأهله ولم يمكن توسعته وصرف ثمنه في مثله في مكان آخر أو في قرية أخرى. قلت ويشبه أمر التوسع ما صح من أن عائشة رضي الله عنها أخبرت ابن أختها عبد الله بن الزبير أنه صلوات الله وسلامه عليه سيدنا نبينا هاشمين طبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لها لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين والصقتهما بالأرض هذا. ولما ولي ابن الزبير أمر الحجاز هدم البيت وعاد بناؤه تحقيق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ونحر يومها ما أتى ناقة شكرا لله لعادة الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام ونحر الناس وذبحوا حتى سالت الدماء ثم إن الحجاج قبحه الله هدم الكعبة المشرفة وعادها إلى بناء قريش حسدا منه لابن الزبير ووافقه على ذلك عبد الملك بن مروان الذي ندم وقال ليتنا تركنا أبا حبيب وما تحمل. وفي خلافة هارون الرشيد أراد إعادة بنائها على نحو ما فعل ابن الزبير فصده عن ذلك إمامنا مالك رضوان الله عليه قائلا له عبد عيدك عدتك بالله يا أمير المؤمنين أن تجعل الكعبة لعبة في أيدي الملوك يغيرون بناءها تبعا لأهوائهم. فامتثل الرشيد وبنيت على الحالة التي عليها الآن لا يتمس إلا لمرمة تقديسا وتعظيما لها. والذي يبدو أن وجه المصلحة في هدم ابن الزبير للكعبة الشريفة ظاهر وهو الانتقال من منفعة إلى منفعة أكبر وذلك ما أشار إلى نبينا صلى الله عليه من فتح البابين ولصاقمها بالأرض ما فيه من تيسير الدخول إلى الكعبة المشرفة والخروج منها، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ترك ذلك خشية أن يعترض فعل من كانوا حديث عهد بالكفر فيهلكوا. هذا ولما زالت العلة بدخول الإيمان على الفاتحة في قلوب الناس حقق ابن الزبير عليك السلام ورحمة الله وبركاته رضوان الله عليه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجري على القواعد الأصولية. قاعدة الأصولية فإن المعلول يدور مع العلة وجودا وعدا ومثل هذا كثير ومنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ترك صلاة القيام في رمضان بعد أن صلى في جماعة قام في بيته وهذا صحابه اي قدس الله سره الشيخ زايد اي والله. وهذا ها كان الصحابه في عهدي وعهد الصديق على ذلك وما زالت عله بالتحقيق بالرفيق على جمع الناس عليها سيدنا عمر رضي الله عنه قال نعمه البدعه. شكرا.